الوضع في الأهلي في كثير من الملفات أمر مهم جدا. هيكون معانا على الهاتف الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا أستاذ إبراهيم، مساء الخير يا كابتن عادل. أهلا يا دكتور. احنا عارفين انه يوم عمل طويل كان عند حضرتك النهاردة، لكن في ملفات كتيرة من المهم ان انت تحطنا فيها في الصورة، خاصة حفل توقيع عقد شيل امبارح اخر العقود. هو كده انا بتكلم صح؟ ده اخر عقد ولا لسه فيه؟ لا يعني خليني اشكر حضرتك واشكر الكابتن عدلي على يعني على السماح لينا بفرصه ان احنا نطلع على جماهير النادي الاهلي من خلال قناه النادي الاهلي. في الحقيقه هو ده الراعي رقم 5 ان شاء الله، عندنا لسه راعي سادس ان شاء الله، في سادس ده موجود في اعلى التيشيرت في الظهر، موجود ان شاء الله ربنا ييسر الامور ويبقى في الراعي رقم 6 ان شاء الله. ان شاء الله. الحفل طبعا كان في الحقيقه مع واحد من الرعاه اللي هم لهم بعد تاريخي يمكن كبير مع النادي الاهلي، وهو واحده من اكبر 3 شركات عالميه في مجال انتاج الطاقه في الحقيقه، وشركه عالميه معروفه، ويمكن دي السنه العاشره في الاستمرار مع النادي الاهلي. يعني يمكن كان مكتوب على التيشيرت زي ما حضراتكم بتعرضوا ال10، وتحت منها اسم العلامه التجاريه للشركه الراعيه في الحقيقه، ودي بتعني 10 سنين مستمرين مع الاهلي وما زال. دكتور سعد، انا عايز اتوقف عند النقطه دي. ماذا تعني ان الراعي يستمر معاك 10 سنين؟ يعني هي في الحقيقه كابتن عدلي زي ما حضرتك ذكرت كده وكنت بتعرضه من شويه، ان لابد ان يكون في اهداف محدده عشان تقدر تحدد انت حققت ايه من اهدافك. وبالتالي في مجال الرعايه في الحقيقه اي شركه او اي علامه تجاريه بتخش في شراكه رعايه، اول لما بتيجي تعمل التجديد وتعرض على رئيس مجلس اداره الشركه بيقول له ما هي الاهداف التي تحققت من خلال رعايتنا للنادي الاهلي، وده بيبقى محور الاجابه الرئيسيه عشان تجدد وتدفع ميزانيه ضخمه، لان زي ما احنا عارفين ان اي هدف هو عباره عن رقم مالي. يعني ايه الكلام ده بالنسبه لنا احنا في النادي الاهلي؟ يعني انا لو قلت عايز ازود المبيعات بتاعه الشركه 10% خلال 4 سنوات، لازم احط ميزانيه عشان اقدر احقق المبيعات، ميزانيه للتسويق عشان اقدر احقق 10% زياده في المبيعات، وبالتالي اقدر اجدد. فده السؤال اللي بيطرح نفسه، هو ليه النادي الاهلي رعايته مرتفعه في الحقيقه؟ والبعض كان بيبقى عنده تساؤل محوري، النادي الاهلي ليه بياخد فلوس اكتر في السوق المصري او في القاره الافريقيه او في السوق العربي؟ الاجابه اللي هنا بتقول ان انا لما باجي اقيس العائد على الاستثمار في الرعايه، عندنا مؤشر مهم جدا هو معدل التجديد للرعايه. فعشان الراعي يجدد بنسبه في 100% منذ دخوله في اول عقد رعايه من 10 سنين، ده بيبقى مؤشر للعائد على الاستثمار بتاع الشركه نتيجه لدخولها في عقد الرعايه، فبيدي المبررات لمجالس ادارات الشركات الراعيه ان هي تجدد عقود الرعايه. فده مؤشر مهم جدا 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 على القيمه التسويقيه الرقميه للنادي الاهلي. ده يمكن البعض احنا النهارده اول مره نتكلم فيه واول مره نطرحه، ان معدل التجديد للشركه الراعيه مع النادي نفسه لما بيوصل بهذا المستوى معناه ان الشركه قدرت تحقق 100% من اهدافها التسويقيه من خلال الشراكه. زي ما قلت ممكن تكون الاهداف التسويقيه للشركه معدل ظهور العلامه التجاريه، ده واحد، ده مؤشر مهم، هدف استراتيجي بالنسبه للشركه، والشركه استطاعت في الحقيقه ان هي تبقى العلامه رقم 1 في معدلات الظهور من خلال ظهورها مع النادي الاهلي. 2 زياده معدلات المبيعات. 3 كمان يمكن انتوا حضراتكم يمكن كان معانا الكابتن عادل الخيعي كان موجود كرئيس لشركه الاهلي لكره القدم، كان موجود وقد ايه الاستاذه الفاضله الاستاذه امال اللي هي رئيس مجلس الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركه، وهي بتقول كمان ان في هدف هم حققوه كشركه اللي هو مستحسين مناخ العمل جوه الشركه. يمكن مدير التسويق كان بيحكي قصته مع النادي الاهلي وهو طفل، وهذه القصه ما زالت مستمره، وايضا العضو المنتدب للشركه ايضا بيحكي مدى سعادته. ده بيعكس ايضا هدف استراتيجي وتسويقي مهم للشركه، وهو تحسين مناخ العمل داخل الشركه. كل الاهداف دي على بعضها كده بتعكس القيمه التسويقيه للدخول في شراكه مع النادي الاهلي. يمكن كابتن محمود الخطيب برضو كان حريص على الرغم، بيقول ان ده يوم جديد وبيحمل اشاره جديده لرعاه وشراكات استراتيجيه جديده مع شركات عالميه مع علامات تجاريه عالميه، وده برضو مؤشر ثاني مهم
ان هذه العلامات التجاريه تستطيع بشراكاتها مع النادي الاهلي ان تدخل الى الاسواق العالميه وليس فقط الى الاسواق المحليه، وده بيعكس قوه ومكانه العلامه التجاريه للنادي الاهلي بقى في ان هي تقدر توصلك للاسواق اللي داخل القاره الافريقيه، باعتبار ان نطاق التنافس بتاعنا القاره الافريقيه والسوق العربيه وهي واحده من المحاور المهمه في مجالات الطاقه تحديدا، ده برضو مهم بالنسبه للرسائل في الحقيقه اللي كانت من هذا الملتقى. لكن على الرغم من كده اسمحوا لي برضو ان احنا على الرغم من ان احنا سعداء جدا بالشراكه الجديده مع واحد من العلامات التجاريه العالميه، النهارده عندنا اكثر من علامه تجاريه عالميه، عندنا البنك وهو بنك ايضا علامه تجاريه عالميه ليست من الاسواق الوطنيه، عندنا ايضا الشركه الراعي الرئيسي وهو علامه تجاريه ايضا عالميه موجوده، والنهارده شيل علامه تجاريه ايضا عالميه موجوده، وبرده العلامه الثانيه اللي موجوده على الكم ايضا احد العلامات التجاريه، يبقى عندنا اربع علامات تجاريه عالميه، ده مؤشر مهم جدا لقوه علامه النادي الاهلي. لكن خلينا اقول برده الكابتن محمود كان الحقيقه حريص انه يوجه رساله مهمه في هذا المؤتمر، ان على الرغم ان احنا بذلنا مجهود، مجلس ادارتنا بذل مجهود كبير في ان هو يحقق عقود رعايه يمكن ان تولد ايرادات ماليه ايضا جيده، لكن ما زال امامنا مجهود كبير لان حجم الانفاق في النادي الاهلي كبير جدا، ويمكن كابتن محمود قال نحن النادي الوحيد على مستوى العالم الذي لديه اربع افرع، وهذا يعني انك تحتاج الى المزيد من الجهد والمزيد من الجهد والعطاء لتوفير المتطلبات الماليه الضخمه للانفاق على مؤسسه بحجم وضخامه النادي الاهلي. طيب ده في ملف الرعايه يا دكتور، لكن زي ما انت حضرتك اشرت والكابتن قال انه انت محتاج انفاق كبير جدا على المقرات، احدث المقرات او اخر العنقود التجمع، هل وصل لفين واخباره ايه؟ يعني احنا ما زلنا مستمرين في التشغيل التجريبي في الحقيقه، وعندنا زيارات مستمره من كل اعضائنا في الفروع الرئيسيه اللي موجوده في الوقت الحالي، سواء كان من مقر الجزيرة أو مدينة نصر أو أيضا الشيخ زايد، ويمكن العمل مستمر على قدم وساق في استقبال الأعضاء، ويمكن الأعضاء النهاردة بيستطيعوا أن هم ياخدوا كل الخدمات الإدارية من فرع التجمع في الحقيقة في القاهرة الجديدة، من أهمها طبعا أنك أنت تستطيع أنك أنت تروح النهاردة وتسحب الثمارات العضوية وأيضا تقدم العضوية في القاهرة الجديدة. واحنا يمكن في الفترة اللي فاتت كنا حريصين ان احنا ندي فرص كتيرة، كان عندنا يوم السبت الماضي عملنا عروض، سلسلة من العروض للمؤسسات الوطنية الكبيرة، وبالفعل كان عندنا 66 عضو من احد 66 عضو من احد المؤسسات العملاقة اللي موجودة داخل جمهورية مصر العربية في الحقيقة، ويمكن في يوم واحد وخلال ساعتين فقط انهوا كل الاجراءات بتاعة العضوية، لان احنا حريصين ان احنا نقدم لكل المؤسسات الضخمه اللي عندها عدد كبير من الموظفين وعندهم رغبه في ان هم يلتحقوا بعضويه النادي الاهلي، دي خدمه جديده يمكن انا بحب اقولها برضو من خلال حضراتكم للمجموعات الكبيره، ودي بنقدم لها برضو بعض التسهيلات في السادات، سواء كان مع الشركاء الاستراتيجيين لينا في عمليات التخصيص او سواء من خلال النادي الاهلي، وده احنا بدانا فيها في الاسبوع ده، وكان عندنا زي ما قلت 66 عضو. أنا بس عايز أتوقف هنا يا دكتور سعد عشان نؤكد مع حضرتك إن كل الاشتراكات الجماعية محكومة باشتراطات العضو الذي ينبغي أن يقبله النادي الأهلي، الضوابط المحطوطة في النادي الأهلي مستمرة، يعني ما هوش عملية كده يعني. حضرتك كابتن عدلي تفضلت مشكورا، ضوابط واحدة الاشتراطات اللي يجب أن يلتحق من خلالها العضو ده، مش عشان حاجة ولكن ده بيبقى عشان نحقق مناخ متجانس لجميع أعضاء النادي الأهلي يقدروا يستمتعوا داخل جدران النادي الأهلي بكل ما هم يرغبوا فيه من خدمات في ظل مناخ توافقي متجانس ما بين كل الأعضاء اللي موجودين عندنا. احنا حريصين على ان احنا نطبق هذا المعيار منذ تاريخ النادي الأهلي، وهو بيحافظ على هذا التجانس وهذا التناغم في عملية القبول أعضائه، بحيث ان التناغم ده يبقى متحقق، ده احنا مستمرين فيه، ويمكن حضراتكم بتعرضوا كل الصور، الحمد لله كل التجهيزات على قدم وساق، الجهاز الإداري بالكامل متواجد في مقر التجمع الخامس الحمد لله، وبيأدي خدماته زيه زي أي فرع، انتظارا إن شاء الله
للافتتاح الرسمي ان شاء الله اللي ممكن نعمل. يعني نقدر نقول بلغة السوق ان الفرع في سوفت اوبننج، يعني اللي هو التجريبي قبل الافتتاح. يعني احنا فعلا زي ما حضرتك تفضلت مشكورا، احنا فعلا بدأنا هذه المرحلة زي ما احنا وعدنا في المرات السابقة بتواريخ محددة من قبل مجلسنا. في الحقيقة احنا بدأنا فيها بالفعل، وان شاء الله بإذن الله في القريب العاجل سوف يكون هناك ان شاء الله افتتاح. الحاجة الثانية مرة ثانية بحب برضو اذكر اعضائنا ومحبين النادي الاهلي وكل جماهير النادي الاهلي في كل مكان واللي عندها رغبة ان هي تخش تستمتع بالخدمات، خلاص احنا يعني عندنا القرار اللي هو بتاع زيادة اسعار العضوية احنا هنطبقه خلاص في خلال اسابيع قليلة قادمة. ده يا دكتور يعني بس عايزين انبه الناس، ده السبب ان انا لاحظت حجم الاقبال الهائل على الاشتراك الفترة اللي فاتت. الناس عايزة تلحق الفرصة قبل ما الاسعار تتغير، لان اعتقد ان بمجرد الافتتاح ما يتم مؤكد الاسعار هتتحرك. اكيد اكيد يا كابتن عدلي، ان شاء الله احنا مش بس حتى كمان الافتتاح ده، احنا يا دوبك زي ما بقول لحضرتك احنا واخدين القرار من فتره كبيره، ويمكن ارجعناه نتيجه للتحديات الاقتصاديه اللي بتواجه العالم، وقلنا مرارا وتكرارا لها انعكاسات بالتاكيد على جمهوريه مصر العربيه وبالتالي على المواطنين داخل جمهوريه مصر العربيه، فكنا حريصين ان احنا ندي اكبر مساحه زمنيه ممكنه للمواطنين اللي هم عندهم الرغبه في الالتحاق بعضويه النادي الاهلي فرصه ان هم يستمتعوا بالاسعار القديمه، لكن خلاص احنا قدامنا اسابيع ان شاء الله وننتقل للاسعار الجديده، فدي فرصه لكل من يرغب من محب النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي ان هم ينضموا لعضويه النادي الاهلي ان شاء الله ويستمتعوا بالشكل الحضاري. انما اي حد يقدر يروح لاقرب فرع له وينضم، مش كده؟ يقدر يروح تجمع فرع القاهره الجديده، يقدر يروح الشيخ زايد، يقدر يروح الجزيره، يقدر يروح مدينه نصر الاربع. يعني بمعنى اخر عشان اوضح، لو انا ساكن مثلا في وسط البلد وعايز اعمل عضويه في التجمع، اقدر اعملها من النادي الاهلي في الجزيره او مدينه نصر او التجمع او الشيخ زايد. او الشيخ زايد من الاربع مقرات تقدر حضرتك تعملها. طيب في ناس كتير يا دكتور بتبعت لنا من بره مصر، الناس اللي هي بره مصر ومش هتلحق تيجي قبل الزيادات. كانت معلوماتي انه يقدر يعمل توكيل رسمي لحد ينوب عنه يقدم الاوراق باسمه، هل ده متاح؟ ده متاح، ويقدر يعمل تفويض لاحد من اقاربه او من اي اصدقائه يجي يتقدم له في المقر الرئيسي او في اي من المقرات الاربعه، وبنقبل الكلام ده. هو طب في طريقه اعتقد ان برضه دي موجوده، انه يعمل تحويل مباشر على النادي الاهلي في حساب للعضويه، يعني هل ده متاح؟ متاح ان هو يقدر يحول حساب العضويه ويبعت حد باستمارة بتفويض برضه يسحب استمارة العضويه ويحتفظ بنفس الخدمات وبنفس الاسعار اللي موجوده في تاريخ سحبه للاستماره، ويقدر ينزل يعمل الاستكمال بتاعه في اجازاته. وبالمناسبه كمان احنا عاملين ان يعني اخذنا قرار في مجلس الاداره بان احنا هنسند ايضا تسويق العضويه في الدول العربيه لاحد الشركات المتخصصه، عشان يبقى في تسهيلات ايضا للمواطنين المصريين اللي موجودين في الدول الخليجيه تحديدا. وبالمناسبه على فكره النظام الاساسي للنادي الاهلي بيسمح ايضا ب كنت لسه هقول لحضرتك على النقطه دي، لانه في اشقاء عرب كتير اهلاويه وبيجوا مصر كتير، فيهم اللي بيدرس هنا وفي اللي بيشتغل هنا وبيسال حقه ايه انه يقدر يعمل عضويه، فالنظام الاساسي بيسمح بانضمام العضويات العربيه. طبعا بيسمح لكل المواطنين اخواتنا واشقائنا في كل الدول العربيه ان هم ينضموا ايضا لعضويه النادي الاهلي ويستمتعوا بهذه الخدمه وبنفس المميزات اللي بيحصل عليها المواطن المصري، ما فيش فروق في الاسعار. وعندنا نوع ايضا من العضويه للمواطنين اللي من الدول العربيه او من الدول الاجنبيه برضو ان هو يستمتع بعضويه النادي الاهلي الموسميه، ولا رسم اشتراك شهري بيتم سداده بمجرد الاستمتاع بالخدمات طوال المده الزمنيه المحدده، ده يقدر يعمله. وكمان عملنا حاجه كمان جديده برضو ده مهم بالنسبه لنا، ان احنا يعني عملنا عروض خاصه ب
ابناء الاستفارات الاجنبيه المقيمين جوه جمهوريه مصر العربيه، ان هم دي يبقى مهمه عندهم دي. الحق في الالتحاق ايضا بعضويه النادي الاهلي لفترات زمنيه محدده لمده سنه، سواء كان في كل الفروع شامل كل الفروع او ايضا عضويه حسب المقر الذي يختاره عضو الجاليه الاجنبيه الموجودين في السفارات، وايضا المدارس الدوليه للغات عامه. مدارس دوليه والشركات والشركات الاجنبيه وايضا يعني الجامعات الاجنبيه، سواء كان الجامعات الاجنبيه زي ما حضراتكم. فبنحاول ندي فرصه لكل اطياف المجتمع اللي بتتعايش داخل جمهوريه مصر العربيه، وده برضه بيعكس قيمه، برضه قيمه مهمه انك انت بتدي فرص للجميع ما يقصد داخل جمهوريه مصر العربيه ان يتمتع بهذه البنيه التحتيه الرياضيه العملاقه اللي في الحقيقه هي مصدر فخر لكل منتمي الى دولتنا العزيزه جمهوريه مصر العربيه. طيب انا عارف ان انتم مدلعين فرع الشيخ زايد ما شاء الله، وعايزين المهندس عدلي يصلي جماعه بقى في رمضان، اخبار المسجد ايه في الشيخ زايد؟ يعني المسجد اعتقد ان انتوا حضراتكم بتتابعوا معدلات التنفيذ فيه في الحقيقه، وماشيه بمعدلات اعتقد جيده جدا كمان. الحاجه كمان الجميله دايما ان احنا بيبقى عهدنا دايما من عائله النادي الاهلي عندها سمات في الحقيقه في العطاء غير عاديه. يمكن احنا الاسبوع ده يمكن كان عندنا حاجه جميله جدا من ابناء النادي الاهلي ومحب النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي وايضا نشاط الرياضي في النادي الاهلي ولاعبي وفريق كره القدم في النادي الاهلي والجهاز الوظيفي في النادي الاهلي، بادر عدد كبير منهم بالرغبه في التبرع في انشاء هذا المسجد في الحقيقه. ودي كانت لمسه جميله جدا من ابناء النادي الاهلي، ودي طبعا بتعكس قيم المجتمع المصري في العطاء في الحقيقه، انه بيبقى مساند لناديه وبيبقى مساند لكل عمل خير في الحقيقه جوه النادي الاهلي. ويعني من خلال منصتكم برضو الكريمه في الحقيقه بنتوجه ليهم بالشكر الجزيل على هذه اللمسه اللي في الحقيقه بتشعرنا احنا كمان في النادي الاهلي ان احنا نبذل كثير من المجهود عشان نعمل كل حاجه جميله لاعضائنا اللي بيقدموا ايضا هم روح المبادره وروح التقدم لانجاز مشروعات النادي الاهلي من خلال ابناء النادي الاهلي. ده كلام مهم جدا. شكرا يا دكتور سعد على يعني أوفيت وشرحت ووضحت ومكالمة يعني هايلة جدا.